حان وقت الاستحمام. ما أجمل الانتعاش والنظافة. رائحة هذا الشامبو الجديد زكية ورغوته كثيرة. حان وقت غسله. ما مشكلة هذا الماء؟ هذا مقزز، إنه عكر. هيا، أنا مغطى بالأوساخ الآن. سيوقظني الاستحمام بالتأكيد. سيكون ساخناً ومنعشاً. ماذا؟ أين الماء؟ مرحى، إنه دش نقود. يا طلاب، من يمكنه حل أكس؟ أنا سأحاول. تبان أغراضي. آسف، سألتقطها بسرعة. تعال إلى السبورة حالاً. حسناً، أنا آسف. حل أكس، يمكنني فعل ذلك. انتهيت، هذا الحل. كلا، هذا خطأ. يجب أن يكون صفراً وليس واحداً. يا إلهي، خطأ غبي. عد إلى مكانك. حسناً، من يريد حل السؤال؟ أمل ألا يختارني. تباً، لماذا اختارني أنا؟ حسناً، أجيب السؤال على البطاقة. عاصمة كندا؟ هذا السؤال صعب. السؤال هو، ما هي عاصمة كندا؟ أظن أنها... أتشو! أوتاوا، إجابة صحيحة. حقاً؟ أحسنتِ، عودي لمكانك. واو، هذا مذهل. سألتقط بعض الصور. هذا من أجمل أطباق الدونات على الإطلاق. لا تبدو هذه الصور جميلة. سألتقط صوراً من الأعلى. كلا، هاتفي. لا تدعسوا على هاتفي. من أين أتى هذا الهاتف السخيف؟ انتبه. ما هذا؟ لا أرى كرتي. كلا، لقد دمر هذا الهاتف طعامي. آمل أن الشاشة لم تتشقق. واو، لم تصب بأي أذى. لحسن الحظ، ارتحت الآن. وقت الحمام. تباً، هاتفي. مقرف، كيف سأخرجه الآن؟ سيساعدني هذا القفاز المطاطي. لا يزال الأمر مقرفاً. مرحباً. حسناً، لا تقلق، لم أرى شيئاً. يا إلهي، يزداد الأمر سوءاً. هيا، اخرج من هناك. أخيراً. يا إلهي، تحطمت الشاشة بالكامل. هذه أغنيتي المفضلة في الوقت الحالي. أهلاً، ما القصة؟ توقفت سماعاتي عن العمل. بربك، هيا. هذا سيحل المشكلة. لا تزال معطلة. هيا، أحتاجك لسماع أغنيتي. ماذا تفعلين هنا؟ لا شيء، أحاول إصلاح سماعات الأذن. طيب يا فتاة. ربما سينفعني الشريط اللاصق. من الصعب نزع هذا الشريط اللاصق. يا إلهي، واو، أنت جادة فعلاً.
هذا أفضل بقليل. أحتاج إلى المزيد من هذا الشريط. هل تعمل؟ اشتغلي أيتها السماعات السخيفة. هيا. أوه، ما الذي يحدث هنا؟ هذا سخيف جدا. هل صارت تشتغل الآن؟ دعيني أتأكد. كلا، لا تزال معطلة. واو، كل ذلك الشريط لم يجدي نفعا. استيقظا، حان وقت التمرن. ماذا؟ قف هنا. استعداد؟ هيا. حسناً، وصلنا. استمتعا بالتمرين. حسناً، أنا أحب كرة القدم. أحسنتِ، دعيني أجرب. الكرة ترتد. أف، أهدقني. انتقلا للتمرين التالي. أوه، حبال قفز. حسناً، سأبدأ القفز. هذا التمرين ممتع ومفيد أيضاً. يبدو أنه سهل. قدمي، أنا أتعثر. حبل القفز الغبي. حان وقت رفع الأثقال. رائع، أنا أحب رفع الأثقال. ستصبح ذراعي قوية. حان دورك الآن. يا إلهي، إنها ثقيلة. كيف حملتها بسهولة؟ لا، قدمي. هل أنت بخير؟ لابد أن هذا مؤلم. عودا إلى الزنزانة الآن. لم يعجبني يوم الرياضة. كل جسمي يؤلمني. اشربي هذا الماء، سيساعدك. هيا ادخلي. من أين جاء هذا الغلاف؟ إنه عالق على حذائي. حذائي مغطى بشوكولاتة الآن. لحظة، هناك شوكولاتة على حذائي. لم أتناول شوكولاتة منذ مدة طويلة. لا أصدق أنك تلعقين حذائك. كما أنت مغرورة، خذي. ماذا؟ برجري. إنه قادم. عاد لي. هل تمزحين معي؟ حماني حظي. أحب البطاطا المقلية والكاتشب. بالطبع فهي وجبة خفيفة مثالية. انتهيت، من الأفضل أن أنظف طبقي. حسناً، لنبدأ التنظيف. كان هذا آخر الطبق الجيد. خذي طبقي. أشكرك على التصرف بلطف وتنظيف طبقي أيضاً. أنت، قلت أني سأنظف طبقك فقط. أوه، حسناً، لا بأس. أوه، تباً، ما هذا؟ ظننت أني انتهيت من تنظيف كل الأطباق للتو. لدي فكرة جيدة. سأستعين بوعاء الحشرات. سيكون هذا رائعاً. أتعلمون شيئاً؟ سأخرجها كلها. الحشرات في كل مكان. وسأغادر المكان الآن. عذراً، لا أستطيع إنهاء الأطباق، يجب أن أذهب. يجدر بي العثور على مكان جيد للاختباء ومشاهدة المقلب. تباً، لا أريد تنظيف كل هذه الأطباق. ربما علي البدء بالعمل. حشرة؟ حشرة؟ هناك حشرة! حشرة! حشرات في كل مكان! ماذا أفعل الآن؟ هاي! مهلاً! هذه حشرة مزيفة!
أنت أراكِ مضحكٌ فعلاً. عذراً، يجب أن أذهب.